يا لبيني يا لبيني يا عنتر يا عنتر. أمرني يا معلم نطاط بيه. خد ياد الشنطة دي ونزل العربية لحد ما اوصل. الله انت مسافر. انت مال امك؟ انت زعلت يا عنتر؟ ما تزعلش خلاص، خلي بالك من الشغل يا عنتر. في عينيا يا خوفي. اوعى ياد تبيعني زي ما بعت العسال. بس بيني وبينك هو كان يستاهل انه يتباع، كان راجل جعير. عكساني، شوف ياد الألاجة، شوف الجدعانة والمروة. مين ياد اللي عمل لكم قيمة غيري؟ مين ياد؟ مفيش. ايوه كده، عالم تخاف ما تختشيش. عايز اقول لك نصيحة عنتر، اوعى تآمن لحد، حتى اخوك. شوف اخوك ابن امك وابوك، هو مش هابيل قتل قابيل ولا قابيل اللي قتل هابيل؟ هما اتنين اخوات واتخانقوا مع بعض، واحد موت التاني. يلا خد الشنطه وروح. حاضر حاضر. يلا قابيل ولا هابيل؟ والله ما فيك يا بلد غير النطاط. مرة حرام. ايه العسل؟ سيدك العسل يا واطي. ايه المثل بيقول عيش ندل تموت مسطور. انت نطاط تعيش ندل تموت ندل. يلا بينا يا معلم على السلامة، ما حد يجي هنا. يلا يلا يا معلم. طيب طيب يلا على الباب. حاضر المعلم. سخني لي ميه هنا. حاضر. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. على ما اخد حمام تكوني جهزت شنطتك. هنروح فين؟ هنمشي دلوقتي؟ ايوه دلوقتي يا زينات. هتيجي معايا ولا امشي لوحدي؟ حبيبي انا اجي معاك اخر الدنيا، بس يعني انا شايفاك تعبان. ما تنزل كده تصلي الفجر في الحسين وترجع ترتاح، وبعدين الصبح يحلها حلال. انت بان عليك سخن ولا عيان؟ انت كنت فين؟ ما الحملك تقيل كده؟ الحمل خف يا زينات. كنا مش هتنمي خلاص الحمام تكون جهزت. ليه ما سمحتيهوش التالي؟ ليه؟ يعني ما افتكرتيلوش مرة طبطب عليكي؟ مرة شالك على ظهر وانت صغيرة؟ ما افتكرتيش طول العمر ده في الخناق مع عمك؟ كنت ايش عرفك باللي كان بينا؟ وبأي حق تحكمي عليه؟ وانت ربنا يا شيخة، انت كسرتي وبهدلتي وخلتك لبستك تذل وتهيني
وتتكلم عليه. تستاهلي تاخدي على دماغك اللي يسوه اللي ما يسوهش. انتي ما تستاهليش حتى اسمك ابتهال العسل. على يا رب من اي حاجه اشتم اضربني حتى زي زمان بس ما تخش كده. ايه ده؟ ايه القسوه دي؟ قومي يا حبيبتي قلبك حجر. زينات